انتشر الصور لكلاب لونها ازرق في روسيا، فايه هي حكايه الكلاب الزرع اللي بتتمشى على الجليد في روسيا؟ هقول لك، بس بعد ما تصلي على النبي. اتشافت الكلاب في منطقه لمصنع كيميائي مهجور متخصص في صناعه ازاز الاكريليك، وقال مدير المصنع ان الكلاب بتتحرك بشكل دوري بالقرب من المصنع المهجور اللي لسه بيخزن مواد كيميائيه، والساد اعتقاد كبير ان لون الكلاب الغريب نتج عن تعرضها لبقايا مواد كيميائيه زي كبريت النحاس. ومع الاعتقاد ده زاد مخاوف السكان المحليين ان الكلاب دي ممكن تكون مصابه بمرض ممكن يتنقل للحيوانات او للسكان، وعلشان كده تم فحص الكلاب من الاطباء. وذكرت وسائل الاعلام الروسيه ان لحد دلوقتي ما تعرفش سبب تلوين الكلاب باللون الازرق، وظهر في الفحص ان مفيش خطر على صحه الكلاب. وقال كبير اطباء احدى المستشفيات البيطري ان في الفحص البصري للكلاب ما كانش فيه حاجه تدعو للشك، والكلاب مش محتاجه للمساعده السريعه. وقال برضه انهم ما لقوش مصدر للون جوه المصنع اللي لقوا الكلاب حواليه، ولسه هيتم فحص الكلاب بتفصيل اكتر، وبعد ما يخلصوا هيرجعوا الكلاب لمكانها تاني. وكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. كان معكم مصطفى العشري من الجورنال الاردواني. سلام عليكم.